مناضلين، هادو الناس اليوم في السجن. فانتبهوا معي على انه راهم قياده البوليساريو ومكتب كناريا بشكل خاص اللي فيه بولسان يقومون باعمال شنيعه بما فيها قياديين، راهم طايحين في زوجات هادو الاسرى. وحالا هذه اللحظات اللي نتكلم معكم، خالق اللي طايح في عيال اسير ديال قديميزيك راهي في اسبانيا. هذه اللحظات اللي نقول لكم دلوقتي. معنى ذلك هادو الناس لاعبين في يدفعوا الناس للموت ويعقبوهم لزوجاتهم، او يعتقلوهم يعقبوهم لزوجاتهم. هادو الناس لا يملكون ذره اخلاق. هذه عصابه بكامل الاوصاف. القياديين كامل يمشوا الوفود من هون ويتمتعوا في الطفيلات، وهادو اللي يمشوا مع الوفود هادو لا عندهم لا دين ولا مله ولا اخلاق. هادو مجموعه من الرعاة، مجموعه من المكابيت مكبوتين جنسيا لان مستواهم المعرفي هزيل جدا، لذلك لا بد لهم من قربان الآلهة.